السلام عليكم. وعليكم وعليكم على السلام صاحب ورحمة العطور الله، السلام، بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك الله يحفظك. زوجي عنده بيت في مكة، وأنا ليا إقامة بس أعيش الآن في مصر، يعني مع بناتي. فهو دلوقتي عامل لنا زيارة، فنظرا للظروف الجديدة إن بيبقى فيه حجر 5 أيام منزلي أو كده، فإحنا مش عارفين يعني هنعرف نعمل تصريح للعمرة ولا لأ. فالأفضل نحرم من مصر ونشترط، ولا نحرم من هناك بعد أخذ التصريح نحرم التنعيم؟ لا، أنا أقول وبالله تعالى التوفيق، وهذا اجتهاد مني، بعد أن ينتهي الحجر تهلي من مكانك، ذلك لأن عند نهاية الحجر نعمله مسحة، أيوة فإذا نعم، جاءت المسحة سلبية عفوا إيجابية يلزموك بالبقاء مدة ثانية، أيوة صح، ويلزموك بالبقاء وعلى نفقاتك أنت، أيوة نعم، فيلزمك البقاء. قد يصعب عليك أن تكوني محرمة طيلة هذه المدة، نعم يعني 5 أيام الحجر، وبعد الخمسة أيام الحجر، بعد الخمسة أيام الحجر هنا عبد الرحمن حط فيه. أساس إن زوجي هو اللي هينزل ياخدنا، إحنا بس مش عارفين ظروف التصريح، يعني إحنا عرفنا ناخده فعلا ولا لأ. لا، تصليح سهل جدا لأمتي، لكن على كل الوجهان قائمان. يعني نحرم من هناك إن شاء يبدو الله. الله عليك، توكل على الله. نعم، طب دعواتك بإذن الله يفيد الله، العمرة. وانت ادعو لنا انت وذاب العمر، الله يتقبل يا رب. السلام عليكم.